كلامنا الحلقة دي عن النجاح، القدرة على خوض الامتحان أيا كان والنجاح فيه. ممكن يكون الامتحان ده امتحان عمر بحال، أو امتحان محنة، أو امتحان رحلة. أصل الدول والشعوب بتنجح بمجموع الدرجات، بمجموع نجاحات أفرادها مجتمعين. يعني عندنا الليلة حكاية امتحان استمر يجي 60 سنة متواصلة من سنوات الشباب والكهولة والكبر، بس مع صعوبة الامتحان وطوله شهادة النجاح كانت مع مرتبة الشرف والاحترام. حكاية تانية بس النجاح اتخطف أو اتغطى عليه عشان مش عارفين في بلدنا لحد اللحظة دي نحدد أولوياتنا، نهتم بالنجاح ولا نهتم بالخناق. حكاية تالتة للنجاح في امتحان المدرسة، بس لما يبقى ورقة الامتحان بتتوزع في المستشفى. نجاحات لأفراد ومجموعات لما تكتر بلدنا تنجح وتعدي، ولما تقل يبقى المشوار صعب وطويل. خليكم معنا في حلقة الليل. أنا دلوقتي اخترت أن أناضل وأن أدفع هذا الثمن. أنا حسيت أن البلد بتتسرق. إيه القوة دي؟ بقول مين؟ قال لي فلان بوليس أداب. عن الست المصرية الوتد. كنت أحط بابا دايماً قدام الأمر الواقع، يعني كنت ببقى نفسي أبقى شهيدة أو نفسي يعني، فربنا كرمني بكوكبة من شهداء كتير قوي في حياتي. هي وتد واللي يعني مقتول جوزي، لكن أنا ما كنت عايزة محاكمة عادلة. أنا بعادي سياسات. قلت لها انا ازاي انا عملت كده؟ قالت لي اه. قلت لها ايه؟ قالت لي مش قلت لي عيشي شريفه؟ ما عندوش القدره انه يروح المدرسه يمتحن، يعني يبقى في مرض وامتحانات. بفتح الكتاب واخويا بيقول لي مثلا ساعات كنت بذاكر وساعات لا. ليه عايزه تمتحني في مدرسه يا اسماء؟ لان ده انا اتعودت عليه وده وببقى مع زمايلي. انا اتضايقت، مش ممكن اروح اقول لهم ده ابني تعبان عشان يمتحن حتى لو هو مش هينجح. كنت ناوي اطلع دكتوره بس غيرت رايي. انت يا بنتي شاطره كده ليه؟ اوعى يا نورهان تقولي ان انت عندك فيسبوك. عندك فيسبوك؟ هنقدم الثلاث فائزات. عايزه اطلع الاولى زي ما كنت بطلع الاولى. ما كنتش عارفه اذاكر، كان غصب. بعيدا عن الاضواء والضوضاء. اما اخذوني في حضنهم كده حسيت فعلا ان انا بالانجاز اللي انا عملته. انها حقا بدايه جميله لاناس يحبون الشعب.